أينما كنتم أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو فوت الذي يأتيكم كالعادة أسبوعيا على قناتكم قناة الشروق نيوز. أكيد الحديث في عدد اليوم سيكون حول الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الرابطة المحترف السيد عبد الكريم مدوار صبيحة اليوم بمركب 5 جويلية، تطرق فيها لعديد النقاط التي أثارت الجدل في الأسابيع الأخيرة وفتح قلبه للصحافة الجزائرية كما قلت في مركب 5 جويلية. سنحاول تسليط الضوء على أبرز ما جاء في هذه الندوة الصحفية. نخليها في يلا يحضر معنا ايضا عضو رابطة السيد مراد يخضر، مرحبا بك سي مراد، شرفنا بحضورك، يعطيك الصحة عليك حضر معنا. يعطيك الصحة اخ سليماني على الاستضافة، وان شاء الله تكون الجلسة حميمية وان شاء الله ننوروا المستمعين باضافه جديده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، مرحبا بك سي مراد. الى جانب مراد بالخضر ايضا اكليا ضرار عضو رابطه، مرحبا بك سي اكليا. منحى اخر خليني نبدا نكمل معك سي مراد في الاونه الاخيره، كما قال ربما ماشي اخطاء وربما ايضا ماهوش خلاف وانما اختلاف، الاختلاف لازم يكون في المكاتب في كل الميادين، ولكن ربما الارتجاليه لرئيس مدوار خلت الامور تخرج شويه عن نطاقها. نظن باللي يعني احنا لما نهضروا على الرابطه نهضروا على 4 أشهر، نظن باللي كانت هناك عده ملفات ثقيله على الرابطه، ونظن باللي احنا كمكتب ولا كرئيس درنا مجهودات يعني من بدايه يعني منذ تنصبنا على الرابطه. نعم كان يعني معطيات خلت البعض ما يمشيش الامور، يعني الملفات اللي كانوا قبل كان كما نهضر على شباب بالوزداد ولا القبه ولا الحراش ولا البليده، يعني كانت ملفات يعني شائكه، والحمد لله يعني المرحله الاولى كانت بسلام، وكانت نظن باللي شجاعه الرئيس لان هذه الملفات لقيناها في الرابطه لازم نسيروها، وكانت ملفات تاع لاعبين لازم يعني كل الانديه تكون تحت المليار. نظن يعني البرمجه كانت موفقه حتى الجوله 11، نظن ما كانش فيه اخطاء، حتى الصحافه يعني الحمد لله كانت كنا موفقين. يعني كان الخلاف يعني في الجوله هذه تاع وبالضبط يعني اللقاء اللي كان بين المولوديه وشبيبه الثوره. نعم. يعني كان نعرفوا الحادثه تاع برج البواريريج مع المولوديه، ونظن باللي ان شاء الرئيس بكل شجاعته تحمل المسؤوليه وقال باللي هو مسؤول صدر هو اللي تحمل المسؤوليه يعني بصفته الرئيس. نعم. وحنا كاعضاء يعني كان هناك يعني بعض يعني كما نقولوا عدم تواصل في تاجيل البرمجه هذيك، ونظن باللي وقفنا على كل صغيره وكبيره، وحنا كاعضاء اليوم رانا الحمد لله رانا 3 هنايا، ومملي ما جاوش راهم كيفنا حاضرين، رانا يعني عائله واحده، وحنا لما ترشحنا وقدمنا الملفات نتاعنا باش نخدموا هذه الفرق يعني اللي عطاونا الثقه تاعو وزكاونا في يعني في الانتخابات. نظن الى خطأنا احنا نخطئوا مع بعض، كي يخطأ الرئيس يعني امام الاعضاء رانا مع بعض. نظن باللي ان شاء الله تكون عندنا الشجاعه باش نواجهوا، وان شاء الله نقدموا اضافه للكره الجزائريه، وان شاء الله من هذه الاخطاء ان شاء الله ما نزيدوش نرجعوا لها، وحنا في الدوري المحترف ان شاء الله نكونوا محترفين من الرئيس ولا الاعضاء. مام العمال نتاع الرابطه ان شاء الله حتى هما يكونوا محترفين معنا، باسكو هما اللي يساعدونا، احنا ما رانا جداد في 4 أشهر. نعم. نظن باللي بالساير الرابطه بحجم الرابطه المحترفه صعيب نتعامل مع يعني عمال كل واحد الوجهه نتاعه وكل واحد، وحنا يعني الرئيس والاعضاء ما يعرفوناش بزاف. اليوم رانا في كره القدم لازم تعاونوا وتكون مام الصحافه ان شاء الله يعاونونا، باسكو لم كاين اخطاء، ومن هذه الاخطاء ان شاء الله ما نزيدوش نرجعوا لها. احنا كي تخطئوا احنا نخدموا، هما كذا غلطوا احنا هنا باش نخدموا. على كل حال انت تكلمت على بعض الاخطاء، وتكلمت ايضا على ربما شجاعة اللي كانت عند رئيس الرابطه ولا انتم كاعضاء اليوم كانت ندوه صحفيه ربما لتوضيح الامور. لك اعضاء الرابطه في مده 120 يوم كنتوا خضره فوق عشا، معناها ما درتوا والو في 120 يوم. طرف وقع. تفضل سي مراد. وانا نرجع عليه يعني بكل هدوء وكل احترافيه، نظن باللي اذا كان تهضر يعني خضره فوق طعام، احنا ماناش خضره فوق طعام، حنا ناس خدامين جينا نخدموا كرة القدم، ومنذ الانتخاب قعدنا مع الفرق، وعندك يعني فريق المدية فريق سياربي القبة كنا نقعدوا معاهم حتى الستة تاع الصباح، وما رقدناش الليلة اللي كانوا يدوا الإجازات. كاين أخطاء اللي اندارت في بعض الفرق اللي ما انسكراوش يعني لي دوسي نتاعهم في الآخر، حنا عندنا كنا واقفين على كل كبيرة وصغيرة، أنا نهضر على نفسي. باسكو انا كي ما عيطليش الرئيس ولا الاعضاء قال لك روح خدم، حنا باسكو عارفين رانا جايين متطوعين رياضه صح باش نقدموا اضافه لكره القدم الجزائريه.
اخطانا ولا كنا في الصواب، احنا كل واحد وعنده ضمير. احنا انا جيت اليوم من فريق شبيبة الثورة ونشكر يعني رئيس فريق سي محمد زرواطي والاعضاء اللي داروا فيها ثقه، وكنت اليوم راني عضو من هذول رؤساء الفرق اللي انتخبونا. احنا يعني البرمجه كنت نجتهد، انا بعد نحكي على نفسي اجتهدت ونقول يعني، وكنت قلت للرئيس بالكلمه الواحده راني نجتهد وما نقدرش نكون 100% موفق، ما نقدرش ندي ديسيزيون حتى نتعلم، باسكو انا ما نقدرش نكون في حاجه ما نعرف لهاش. اجتهدت والحمد لله، يعني كي نقول الحمد لله لان لما ندير احصائيات بين البطوله الجزائريه ولا البطوله الفرنسيه، احنا بدينا لو 10 اوت اليوم رانا لاعبين 14 جورني على الغرار اللقاءات المتاخره. دول يعني كنا درنا احصائيات في ال 11 جورني 12 كنا متقدمين على بزاف يعني بطولات اوروبيه ولا يعني المغرب ولا تونس اللي راهو بجوارنا. نظن كاين يعني امور نقول نحيي رئيس الرابطه لانه كانت عنده الشجاعه وتحمل مسؤوليه تاجيل يعني لقاء نتاع جولة كاملة يعني الجولة واللقاء هذاك بكل شجاعة. احنا هذا الانسان راه قال اخطات، احنا رانا انايا نهضر على الامور الايجابية. كاين لاعبين اللي كان عنده ديون لاجلها سي مورال. لا لا لاني نهضر انايا نهضروا يعني الايجابية، ونظن ان نتجاوب بعض رؤساء الاندية اللي كانوا متجاوبين معنا مع البرمجة لحد الان، يعني كانوا يتصلوا لحد الان يعني كل صغيرة وكبيرة نتبعوها اللي قدروا. كاين رئيس فريق يتصلوا معاه، كاين اداره في الرابطه تعمل ليلا ونهار. نظن حتى يعني العمال اللي يشهدوا له الفرق لحد كاين يعني كاين ايجابيات وكاين يعني السلبيات. كانت في التأجيل يعني نهضروا على نقطتين، نعم الجوله 11 واللقاء مباراه اتحاد العاصمه يعني نعم. لكن هذا كاين يعني عمل جبار تبدلوا الرابطه ونجهلوه. نظن احنا قال الرئيس باللي اخطات، وحنا رانا ان شاء الله يعني كاعضاء كانت عندنا الشجاعه وين تلاقينا مع رئيس الاتحاديه ودرنا يعني ان شاء الله نديروا خريطه الطريق اللي نمشوا بها لقدام وننساو يعني الماضي باش يكون عندنا صفحه جديده. وثقه الانديه اللي داروها فينا ان شاء الله نزيدوا نتعبوا، باسكو كره القدم ماهيش سهله في الوضعيه يعني اللي مقبله عليها البلاد، الانتخابات ومشاركات نعم. الفريق الوطني ان شاء الله يتكاليفا باش تكون مشاركه يعني. وحتى السيستم الجديد هذا نتاع الشامبيونز ليغ ولاكافي عندك كل شهر عندك لقاءين، معناها في اذا لعبت كل سمانه غادي تطيح في 6 ماتشات في الشهر. نعم يلا سي مورال خلينا نتقدموا في النقاش ونروح ايضا النقطه الثانيه.